لقد دخلت منشأة اختبار خاصة بفصائل البلارك. القائد رونز ريك يشكرك من قلب تقديره. مام كابتن، هل تعلم أن المشروع السري للكابتن دريك كان وحش بلارك؟ حقا؟ لماذا لم يرد ذلك في التقارير؟ كنت أتوقع شيئا أقل وحشية. لا تقلق، اهدأ وتذكر ما تعلمته مني. ما الذي علمتني إياه؟ يا كابتن! يا للهول! ابدأ المرحلة الأولى. تحميل بروتوكول الهجوم. الذخيرة. قد عدت السيطرة عليه. أنا أستسلم، رجاء لا تؤذني. أخبرني ما أنتظر. أخبرني ما تعرفه عن مخطط دريك. أشكرك. نعم كما قال، سأعطيك روبوت المعلومات. شاهده أنت يا صديقي، سأرتاح أنا لمدة 5 دقائق. مرحباً بالبلارك البلهاء.
إن كنت تشاهد روبوت المعلومات فأنت قد تم اختيارك لتجربة أحدث ابتكاراتي. XK81 الحزمة الطائرة. يسرني الإعلان عن معالجة كل مواضع الخلل، رغم أن الاختبارات الأولية قد شابها الانتكاسات. الآن يمكنك الانتقال في الفضاء باستخدام الحزمة الطائرة. لديك ما يمنحك ميزة عن أولئك القابعين على الأرض. يمكنك الحصول على الحزمة الطائرة من المنافذ عند قاعدة جاسبر. لا يعد الدكتور نيفيريوس مسؤولاً عن موت نظامك العصبي أو دماره. كابتن، إنه راتشو. لقد هزمنا وحشاً الآن واكتشفنا ما يستطيع فعله. فعلت، ولكن هذا مدهش.